واش اللي صامي لاباس عليكم؟ واش اخوتي خواتاتي؟ مزيان بلاتون مرحبا بحالكم امير الاخوان كيفاش كنبانو لكم بعدا؟ ايوا ميريكان ستيل ميريكان عاود ثاني داكشي هذيك الاخوان. المهم هذا 2020 دخلت زاهيه ماضيه ديال بصح وقالت لنا هذا 2020 دوز بحال هكا غير بالمفاجات ما عندي ما نقول المهم ملي ما جينا فرحانين بزاف فرحانين نيت وجينا نتقاسموا معكم الفرحه ديالنا الفرحه ديالنا غادي نتقاسموا معكم حيت نتوما السبب ديال هاد الفرحه هادي. ومهم البلان يقولوا لكم باش نقولوا لكم ولا نقولوا لكم ولا نقولوا لكم لا خلوه مع شويه مازال اقولوا لكم طاح باقي سخن قولوا لهم لا لا حصلنا على واحد الحاجه خلوها حتى الغدا يلا الله يعاونكم نكملوا الفيديو غدا ان شاء الله. المهم واش لي زامي صباح الخير نهاركم مبروك. المهم راه دغيا داز اليوم راه اليوم عاد نكملوا لكم فيديو والا ما بغيتوش نخلو عاد حتى الغدا ما عندناش نخلو حتى الغدا صافي خليك راه واش لي زامي اليوم جينا نحط لكم هذا الفيديو هذا اللي وين عليه ولا خلاص صافي هاكم نضحكوا معكم الله يبارك عليك راه تخرجني جوج دابا غادي نخليكم حتى العام الجاي ما نخليكمش غدا غادي نقول لكم اليوم المفاجاه. تخيلوا معايا اش هي هذه المفاجاه هذه اللي جاتنا اليوم تخيلوا معايا شنو هي القرعه ديال الميريكان واش القرعه ديال الميريكان واش ميتر فكا لا تخطبطي واش تخلصنا في اليوتيوب طلعنا في التوندونس شدينا الادسنس مليون مشترك رجع هذيك اخرى مليون مشترك لا 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 مازال تخيلوا دابا معايا نتوما اختاروا وحده فيهم ما نقولوش فيهم خليهم هما يختاروا قولوا في الكومونتير اختاروا. المهم نعاود لكم القصه اخوان ما عرفتش باش كتنا اسمع عليا ما بيا طلعتي من البارك طلعتي من البارك كنت كتحلم كان حلم الله يكرم باركو واه دق عليا واحد السعيد باري ياك نعم قال لي مبروك اش قال لي قال لي علاش مبروك قال لي راه داك الشيء اللي كيقولوا لي لا ما نقولش لك عادي قول لك لخنا صاحبي عارفكم متحمسين وعارفين اشنو غادي نقولوا ان شاء الله واخا هاد الحاجه هذه كتجيكم نتوما بسيطه حنا راه جاتنا شي حاجه كبيره يعني حققنا ليطاب الثاني في الموسم ديال اليوتيوب غادي نقول لكم بلاتي ندير واحد اللعيبه نشدوها ونفخها هي راه طلعها هوبلا ها يا اخوان غنطلعها بالسحر سيك 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 لا ماجيك. المهم يا اخوان حصلنا على الكود ديال جوجل ادسنس اللي عندنا واحد البركه في الكونت وكنتسناو هذا الكود هذا يوصل باش ديك البركه نخرجوها لارض الواقع ونصوروا معكم اللحظه ديال الخروج ديك البركه من الكونت باش تيقوا باش ما تقولوش وغادي نهضروا لكم على الادسنس وكيفاش غتربح الفلوس وكيفاش ما غاديش تربح وكيفاش وشحال على تربح وشحال حيت لقيت بزاف ديال الناس كيقولوا لك لا خصك تضرب عام عامين عام ديك الساعه تربح الفلوس في اليوتيوب لا راك مشيتي غلط اخويا حنا غادي نهضروا عليه. المهم خليكم مع المفاجاه بعدا فرحة الميريكان جاتنا من لا سويس هذه فيها رحت لا سويس فيها ساجي سويسيه فيها باي لا بوست سويس بوست واه سويس بوست سويس فاش كنا اكبر بنك يقدر ديرو حق ديال اليوتيوب ولا ما عرفتش داك الشيء. المهم الاخوان نتو شوف حنا كاين الناس اللي عندهم نشدوا الادسنس شدوا شحال من حاجه وما كيبارطاجيوش معكم حنا راه مازال ما حلينا والله ما حلينا والله هيا شوف فيها مزيان مازال ما حلينا ها هي مازال ما حلينا شتيها مازال ما حلينا وهذه غادي نحلها معكم نتوما غادي تحضروا فاش غادي نحلوها هذه ودعيو معنا في هذه المسيره هذه الله يوفقنا ودعيو معنا في الكومونتير وشكرا لكم بزاف حيت بكم نتوما وصلنا لهذا الشيء هذا وان شاء الله الرحمن الرحيم الفلوس اللي غادي نشدو في اليوتيوب ماشي غادي نلبسو بهم حوايجنا ولا غادي نديرو بهم لا لا هانتوما غادي تشوفوا اشنو غادي نديرو بالفلوس ديال اليوتيوب وغادي نبارطاجي معكم امتى شحال جبت في اليوتيوب وشحال غادي نخسر عاوتاني في داكشي ديال اليوتيوب والحمد لله راه كنخسرو بلا ما نشدو شي حاجه الحمد لله حاليا راه خسرنا بزاف د الفلوس وما شدينا والو بدون مقابل فهمتي هادشي حيت كنحبو حنا غير كدي شي حاجه كتحبها كتعطي ها انت تعطي الحاجه اللي كتحبها كتعطي ها انت حنا داكشي اللي غادي يعطينا اليوتيوب ما غاديش ننفعو به راسنا ولا غادي نلبسو به ولا غادي نشرو به طوموبيله ولا غادي نشرو به الدار ولا غادي نطلعو به الضاله ولا غادي نقدو به الشركات لا هادشي غادي نقدو به حنا غادي نديرو به اعمال تطوعيه وشي بركه قليله يقدر نشدوها حنا بحال ترونسبور العيبات وهادي وهادي. المهم حلو سيد سلام حل انت وانت تحل سد داري لك داك الشيء ولا حل هذا الشيء داك ما قالوا لك نحل نجي جو سير حل قدام الناس ها حل بلادي
بسم الله بسم الله بسم الله. انا غادي ندخل فداك الجريان في الداخل. فيصل فلوغا ما كيديروش بحال هكا على الخاطر. ها كيضرب يقطيه بحال طلع لي من ديك الجهه. غادي يقطعنا طول لا عندك عندك توريهم الكود. لا خرج الكود طلع ليا انت كود غير خصك باقي تحل لينا باقي تحل لينا حل 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 فوق زيد حل حل زيد 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 حل واش تعطيك واحد الورقة سير 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 حليناها هو ولكن ما غاديش نوريكم الكود وانما غادي نقراكم لي زانفورماسيون اللي كاتبين لنا. قال لك سيدي الرقم التعريفي الشخصي بي ان يعني بين لحسابك في الادسنس. مرحبا بك في جوجل ادسنس. يرجو اتباع الخطوه التاليه لتمكين ارسال الدفعات لحسابك. الخطوه الاولى يعني الناس اللي مازال ما تشجف الادسنس وبزاف ديال الحوايج دابا تحصل على ادسنس شحال من حاجه. المهم الخطوه الاولى سجل دخولك الى حساب الادسنس. خصك اول حاجه بعدا ترتبط الحساب ديالك انت ديال اليوتيوب مع الحساب ديال الادسنس ياك سعيد. هكذا سيدي وكلمه المرور اثناء عمليه تقديم طلب الاشتراك. مرور الذين استخدمتها اثناء عمليه تقديم طلب الاشتراك ياك هذا ديالنا هذا ما تقولش. الخطوه الثانيه انقر على جير تيرس وحدد الاعدادات. الخطوه الثالثه في شريط التنقل الايمن انقر على المعلومات ثم انقر على التحقق من العنوان. خصك تحقق من العنوان. اوكي هذه الخطوات حقا ديك ديال الخطوات الرابعه ادخل رقم التعريف الشخصي كما يظهر على اليسار ثم انقر على ارسال رقم التعريف الشخصي. يعني كيقول لك خصنا هذا الكود هذا اللي صيفطوا لنا ندخل هو الرقم التعريف تعريفك الشخصي اللي هو خصنا ندخلوه. قول لنا مع 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 الشكر الجزيل فريق جوجل ادسنس وحنا كنشكروا هذا جوجل ادسنس على الدعم هذا وعلى الوفاء اللي سميتو الطلبات اللي كيلبيو لينا وكيلبيو جميع المسلمين وشكرا لكم بزاف. المهم باقي مازال مازال باقي غادي نهضروا على الارباح وغادي نهضروا على سميتو. المهم ها هو الكود كيف شتو ها هو شديناه ادسنس شتو ها هو كشتينا الاخوان باش ما تقولوش راه المونتاج ولا شي حاجه. ها هو وشحال عندنا يلا عندنا 5000 ابوني اللي عندنا 5000 ابوني و 938 ابوني اللي عندنا ياك. المهم حنا اي حاجه كتزاد عندنا غادي نشاركوها معكم خلي اللي غادي يشارك معكم بهاد اللحظات. حنا اي حاجه تزاد عندنا من حسابكم انتم علاش انتم السبب تزاد علينا غادي نشاركوها معكم واش تخطوها منكم وكنتمنى نكونوا على حسن الظن ديالكم. حنا راه معولين ان شاء الله بالسفينه ديالي انا ومصطفى نجوروا البحر باذن الله. معولين قراصنه القراصنه نجوروا البحر للعالم باذن الله وبالعزيمه ديالنا ورضا الوالدين والدعم ديالكم ورضا الله. حنا ناويين شي حاجه مزيانه في هادشي ما ناويش شي حاجه خايبه. المهم كنتمنى هادشي يكون بخير وعلى خير ويمشي حتى اش من جزيره هاواي هاواي هاواي. المهم الاخوان اللي شد هاد الكود هذا ديال ادسنس يحول الى بصور فيديو يدير عليه ريفيو في اليوتيوب ولا شي حاجه تحول ما تبينش الكود اللي كاين فينا ما تبينوش للجماهير حقاش يقدر يكون شي مشكل. يعني اش كون ما كان شي حاجه مهمه بحال هكا ماشي يديروه في الشو غادي يخبوا. المهم هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو الكونت ديالك دابا يعني هذا هو الكونت ديال ادسنس ديالك انت انت هذا هو فاش ترزق وهذا هو فاش تربح الفلوس وهذا هو فاش تطور حياتك وكل شيء. انوي انوي اخوان المهم غادي نهضروا ممكن الاربع المهم الاخوان. المهم الناس اللي كيقولوا لك خصك تطول تكون عندك واحد عام عامين في اليوتيوب عاد باش تربح الارباح. لا طريقه الارباح في اليوتيوب هي كالتالي هو انك الفيديو اللي حتيه دابا ياك حتيه دابا حتيه دابا تقريبا دقيقه الاختيار سعد المكان في ديك سعد المكان طلع حتى ل 100000 ابو حتى ل 100000 مشاهده ديك طلع يعني ديك السرعه ديال 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 المشاهده كي طالعين في ديك سعد المكان راه ما فيك يكون الارباح. تقدر في ديك سعد المكان غادي تطلع فيها تقريبا شي 3000 درهم وصرف فهمتيني تقدر فيها تربح شي 3000 درهم حيت كل مشاهده كتحسب تقريبا بشي درهم فاصله شي حاجه بحال هكا فهمتي. يعني ما بقاتش كل مشاهده شحال كتدي لا امتى كتربح وقت ما حتي فيديو على في سعد ما كان ولا نص ساعه وطلع في الارباح يعني فات 100 يعني فات يعني فات فات 1000 مشاهده تقريبا في ساعه ما كان راه ما فيك تزاد لك الربح ما فيك تربح ياك. وثاني حاجه هو انك ما تقدرش تخرج فلوس
في الكونت ديالك انت من اليوتيوب من اليوتيوب الى ما فتيش 800 درهم يعني الحد الادنى هو 800 درهم الا ما فتيهاش راه ما تقدرش تخرج الفلوس ياك. وثالث حاجه الاخوان ثالث حاجه هو انه راه الناس اللي كيتفرجوا في الفيديو وما كيديروش الاشتراك وما كيديروش الاشتراك وغير مفرجين ودايرين لك ابون الناس اللي ما دايرينش لك ودير لي اشتراك ومفرجين في الفيديو ديك المشاهده ديالهم راه ما كتقبلش في الحساب ديال ادسنس يعني في الشيء الفلوس ما كتقبلش فيه. خصو يدير لك هو الاول الاشتراك يتابونا عندك عاد ديك ساعات اذا تفرج دقيقه ديال المشاهده كتحسب ديك المشاهده ديالو كتحسب داك الاشتراك ديالو وكيتحسب حتى داك الفلوس اللي سميتو يعني النسبه ديال النقود اللي تفرج فيها هو داك الشيء تقرا كل لعيبه. المهم الاخوان ما ايوا تفرج فيها اش خاصه ديري لايك دي اشتراك ما تنسي عليه ما ولا ما تنقص عليه والو فعلا بالعكس كتزيد تعاون خوك مسلم غادي تعاونو بديك لايك انت جات دير بون ديالك لايك اشتراك كومونتير صافي كتعاون واحد اخر حتى هو كيطلع وكيطلع مع الناس الاخرين اللي موراه حتى شي واحد كان فيه الخير الناس اللي فيهم الخير كيطلعوا الناس اللي موراهم. المهم انا كتجيني عادي كنتفرج شي فيديو كيعجبني المحتوى كندير ليه لايك كندير ليه كومونتير واخا ما كنديرش كومونتير بقول ليه اشتراك وصافي ما كنخسر والو ما داكشي اللي قال لك ميسيو مصطفى مسيو سعيد وكنشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو حتى لهذه اللحظه هذه اللي تفرج في فيديو حتى لدابا حتى لهذه اللحظه هذا حتى لهذه اللحظه هذه فاش كندوي دابا كنقول ليه اي هو اي اي هو اي هو كنشكروك وكنحبوك اخويا. المهم الاخوان نساليو هذا الفيديو هذا مع جوجل ادسنس ها هو وطلعوا فريوزكم وانتم كنتمنوا انكم الناس اللي مازال ما وصلوا للمرحله هذه كنتمنوا حتى هما يوصلوا للمرحله هذه ويفرحوا وحيت هذيك تعتبر ثاني مرحله في اليوتيوب وثالث مرحله هي اصعب مرحله اللي هي 100,000 ابوني اللي هو الدرع الفضي. والمرحله الرابعه حتى هي الفاليداسيون يعني تكون فاليدي باش تكون القناه ديالك محميه من بزاف د الحوايج. والرابعة راه هي النحاسي والخامسة هي التهابيل هي مليون مشترك وشوية بشوية فهمتي راه ضرب عام عامين ثلاث سنين تقدر توصل داكشي اللي بغيتي. ومن طون دابا حنا راه يلاه دابا دومو دابا هادي من الشهر 9 لا ماشي حيد شحال من الشهر 9 لدابا شحال من الشهر 9 لدابا راه جمعنا شي 5000 ابوني تقريبا 5000 ابوني وفي الشهر 9 شهر 9 ياك شهر 10 حققنا فيه الشروط ديال اليوتيوب 4000 ساعات 4000 ساعه في كل شيء في ذوك الفيديوهات. والفيديو اللي جاب لينا الربح اللي جاب لينا تقريبا الربح مع اللي في اليوتيوب هو الفيديو ديال الروتين اليومي اللي دار البيوز عندنا حنا يعني طلع بواحد النسبه بزاف بزاف اللي زوينه بزاف وبشرتنا بالخير. وحنا ماشي على قضيه ماشي حنا على قضيه درناها باش نجيبوا الفلوس ولا شي حاجه لا دوك الفلوس حنا اللي غادي نشدو ديال الروتين اليومي ياك دوك الفلوس اللي غادي نشدو غادي تشوفوا غنبارطاجي معكم الفيديو اشنو غادي نديروا بهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا لكم وتهلاو في ريوسكم بلا ما نطول عليكم الاخوان. قناتيني ديروا لهم بحال هكا نساليو بحال هكا وي اجاوب بلادي كما سخينا بهم. المهم راه كنحبوكم وكنقول لكم وي